مدبول يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستضافة القمة 21 لرؤساء دول الكوميسا. القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على حماية الانتقال الديمقراطي. ميقاتي يؤكد عزم بلاده على معالجة العلاقات مع دول الخليج ويدعو قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية. الرابع عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع الكوميسا، لا سيما وأن مصر سوف تتسلم رئاسة الكوميسا في القمة المقبلة بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة عام 2001. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، والمقرر عقدها يوم 23 من الشهر الحالي بشرم الشيخ. وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم وتطوير التكامل الإقليمي وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء في الكوميسا. نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريبا جويا على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القوات الجوية المصرية. نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريبا جويا على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ التدريب على التزويد بالوقود في الجو. كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة، بالتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الجوية في تناغم كامل. وقد أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة. افتتحت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فرعاً جديداً لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايك ستيب لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وعدد من مسؤولي صندوق مكافحة الإدمان وعدد من قادة القوات المسلحة. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المستشفى يمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون المثمر بين الصندوق وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
أعلن المتحدث العسكري أنه تم الإعلان عن بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع الساحل والصحراء. جاء ذلك بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن جمهورية مصر العربية والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء. وأكد اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية على أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود أعضاء التجمع وتبادل المعلومات. من جانبه أكد اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء أن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقي حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. استقبل وزير الخارجية سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلن وبحث الجانبان سبل الدفاع الدفع قدما بمسار السلام والتأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. كما استقبل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلند بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة ومجمل الأوضاع في الأراضي المحتلة ومخاطر غياب مسار التسوية. وخلال اللقاء أعرب أبو الغيط عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والتوسع الاستيطاني المتزايد، كما استمع إلى تقييم المبعوث الأممي للموقف وخطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور مختار، موقف مصر ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية وإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إلى أي مدى ترى إمكانية عودة مفاوضات السلام على أساس القرارات الدولية في ضوء زيارة مبعوث الأمم المتحدة للقاهرة؟ يعني خلينا نقول موقف مصر ثابت وداعم ومؤيد ومؤازر للقضية الفلسطينية فيما هو مرتبط بضرورة وجود دولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها القدس. نعم. الشيء الأساسي والشيء اللي يعني خلينا أقول لك الرئيسي في السياسة الخارجية المصرية. هناك زيارة للمندوب الأمم المتحدة إلى مصر، اجتمع بوزير الخارجية واجتمع بأمين عام جامعة الدول العربية، وخلينا اقول لك هي يعني زياره استقصاء لما هو مرتبط بأطاق حل هذه القضيه. نعمل مفاوضات ازاي؟ هل من الممكن ان تنطلق مفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي؟ هل هناك امل في قضيه فلسطينيه في ظل التهويد الكامل لمدينه القدس وانتقال هذا التهويد الى مدينه الخليل وغيره من المدن الفلسطينيه خصوصا داخل منطقه الضفه الغربيه؟ ده السؤال الى حد كبير جدا، السؤال الصعب. بدرجة كبيرة جدا مطلوب أن تكون القضية الفلسطينية على سلم مباحثات أي مندوب أو مسؤول إذا كان أممي أو أمريكي أو غربي، ومطلوب من العالم العربي والجامعة الدول العربية أن تشكل عناصر ضغط للوصول إلى حلول أو على الأقل فتح آفاق أمل بالنسبة لهذه القضية العصية على الحل حتى هذا التاريخ بالطرق السياسية والطرق الدبلوماسية. نعم. أشكرك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك. من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلند أنه ناقش اليوم خلال لقائه مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إمكانية تجديد عملية المفاوضات لحل القضية الفلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني والأوضاع الصعبة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سوف يتم اللجوء للدعم الدولي لدفع سبل التفاوض والتعاون لحل القضية. ناقشنا إمكانية تجديد عملية المفاوضات في ظل الموقف الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية من حيث الموقف الحالي لإعلان المستوطنات الإسرائيلية والحصار المفروض على الفلسطينيين ونقص الموارد المالية والأوضاع الصعبة في قطاع غزة. كل هذه العوامل والأسباب
تزيد من صعوبة الوضع الحالي، ولكن سنستخدم الدعم الدولي لدفع سبل التعاون والتفاوض لحل الموقف والتعامل مع الوضع الراهن. لذلك ستستمر مناقشاتنا حول تلك المحاور خلال اجتماعاتنا المقبلة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان فتح الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد المقبل. وكشف رئيس المفوضية عماد السايح عن استجابة مجلس النواب للتعديلات الفنية التي طلبت بخصوص قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضاف أن البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها المرشحين، والفائز سيحصل على 50% زائد واحد من الأصوات خلال الجولة الأولى ويلجأ للجولة الثانية إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة. شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في بلاده واستكمال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني. وأكد البرهان لدى لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط. أطلع البرهان مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في السودان. وفي العاصمة السودانية الخرطوم، قال جبريل إبراهيم وزير المالية بالحكومة السودانية المعزولة إن مفاوضات خارجية جارية حاليا لإعادة هيكلة الحكومة الانتقالية. أعتقد أن الانتقال بصورة تدريجية إلى هدوء عام في البلد، مشاورات مكثفة لإعادة تشكيل المجلس السيادي، إجراءات أو جهود مكثفة لتعيين رئيس للوزراء، جهود مبذولة لتعيين قيادات الجهاز العدلي في البلاد. أنا أفكر أن الأمور ستسير إن شاء الله في الاتجاه الصحيح. وأوضح جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة السودانية المعزولة أن الانتقال الديمقراطي سوف يتحقق بما يسمح بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. أنا لا أدري، لا أستطيع أن أسمع المبادرات هذه متقدمة وهذه متأخرة، لكن هنالك مساعي والمبادرات كلها صابة في اتجاه واحد. أقول للشعب السوداني أن يوم غد سيكون أفضل من اليوم، والأمور متجهة في الاتجاه الصحيح، والبلد حيستقر والتحول الديمقراطي سيتحقق، وسنصل إن شاء الله إلى صناديق الاقتراع. يبدأ اليوم جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الإفريقي زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يبحث فيها توتر الأوضاع الدائر حاليا بين جبهة تحرير تجراي والحكومة الإثيوبية. وكانت جبهة تحرير تجراي قد أعلنت سيطرتها على مدينتي ديسي وكومبوليتشا الاستراتيجيتين الواقعتين على مسافة 400 كيلومتر شمال العاصمة أديس أبابا. قال مسؤول كبير بوزارة الشؤون الخارجية الأوغندية اليوم إن الرئيس يويري موسيفيني دعا إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق إفريقيا يوم 16 نوفمبر الجاري لبحث الصراع في إثيوبيا. وقال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية إن الرئيس موسيفيني على اتصال برئيس الوزراء أبي أحمد بشأن الوضع الراهن في إثيوبيا، وعبر عن قلقه إزاء رفض جماعة تجراي الانخراط في مفاوضات والتوصل لوقف لإطلاق النار. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة، ومخطئ من يحاول فرض رأيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة لا تتدخل في أمور القضاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لميقاتي أكد فيه أن المجلس هو الجهة الوحيدة المنوط بها بحث أمور الدولة، ومشددا على ضرورة تقيد كل الوزراء بالعمل الوزاري وأن كل ما يقال خارج هذا الإطار مرفوض. كما أشار ميقاتي أن الحكومة تواجه تحديا صعبا على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة وطلبه بتحكيم العقل، مؤكدا أن بيروت تعمل على عودة العلاقات العربية الخليجية إلى طبيعتها، حيث أنها لن تنفصل عن علاقاتها التاريخية مع السعودية.
سلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي مجلس الأمن الدولي رسالة حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز، وكذلك استمرار القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. في ظل اتساع الأزمة الإنسانية في اليمن، سلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي مجلس الأمن الدولي رسالة حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز، وكذلك استمرار القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل أدى إلى اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان والنازحين والمهجرين قسرا. وقال سفير اليمني إن هجوم 31 من أكتوبر لعام 2021 الذي استهدف بشكل مباشر مسجدا ومركزا تعليميا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنيا معظمهم من الطلاب، وذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وشدد على أن الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ومنذ بداية سبتمبر الماضي نزح أكثر من 54,502 مدني قسريا بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ البالستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، بينما لا يزال هناك عائلات عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات ميليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج سيتوجه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية وممثلين للمجتمع المدني ومسؤولي حكومات في المنطقة وشركاء دوليين آخرين، وذلك بهدف الدعوة إلى ضرورة وقف الحوثيين هجومهم على مأرب وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفقمت فيها الأزمة الإنسانية. يبدأ اليوم تيم ليندر كينج المبعوث الأمريكي إلى اليمن جولة بمنطقة الشرق الأوسط يجري فيها محادثات تهدف لوقف هجمات المتمردين الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية. من المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي في جولته بالشرق الأوسط محادثات مع الحكومة اليمنية وممثلين للمجتمع المدني ومسؤولي حكومات في المنطقة وشركاء دوليين آخرين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، إحاطة جديدة من الحكومة اليمنية في الأمم المتحدة ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة للمدنيين في محافظات اليمن المختلفة، ما هو دور المجتمع الدولي المتوقع خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة هذه الممارسات؟ الحقيقه الممارسات الحوثيه بقالها فتره يعني منذ سنوات وهي بنفس الممارسات، لكن لم يستطع المجتمع الدولي ولم يستطع القوى الكبرى في العالم وما تم تجاه الحوثيين من يعني وقف هذا النزيف من الدماء ووقف هذا النزيف من التلاعب بالاقتصاد اليمني ووقف تجنيد الاطفال. ده في تقدير ان هو مرتبط بحالة الصراع الايرانية في المنطقة سواء مع القوى الكبرى او مع الدول العربية، واعتقد ان هو المفترض انه يعني القوى العربية او الجامعة العربية لابد ان يكون لها موقف حاسم وان تقوم بالضغط على شركائها الاوروبيين وشركائها من القوى الكبرى لوقف هذا النزيف في اليمن. الحقيقة يعني ما نسمعه وما نراه على شاشات من أخبار سيئة بالنسبة اليمن هو يعني غيض من صيد، لأنه الأمور هناك أسوأ مما يعني ينشر عنها في وسائل الإعلام. في حالات سيئة جدا، حالات إنسانية سيئة جدا، في أمراض حصل الكثير من الأرواح فضلا عن الحروب والقتل وتجنيد الأطفال. فأعتقد أن لابد أن يكون هناك يعني تحرك عربي
لوقف هذا النزيف، ووقف يعني استنزاف ثروات اليمن وإراقة الدماء في اليمن. هل تتوقع الزيارة التي تبدأ اليوم للمبعوث الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط أن تؤتي أي تقدم في هذا الملف مع إمكانية الضغط الأمريكي على الأطراف اليمنية؟ يعني أنا في ظني أن هذه الزيارة ستكون كسابقتها من التحركات الأممية والعربية، لن تؤتي ثمار، لأنه تسويه الأمر في المنطقة بشكل عام لم يحن بعد، لأنه الملفات الحقيقة في المنطقة متشابكة بشكل كبير جدا ومعقدة. فأعتقد هو اللي يمكن أن تمارس الضغوط بشكل كبير هو القوى العربية بما لها من ثقل. إذا مارست ضغط بشكل كامل وحقيقي على الحلفاء الأوروبيين والأمريكان واستغلت نفوذها الروحي ونفوذها القبائلي في المنطقة أو في اليمن، أعتقد أن ده ممكن يؤتي ثماره من خلال اتفاق تسوية ما على أن يكون هناك ضغط على إيران للتسليم بالتسوية في اليمن. نعم، أشكرك الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة في خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد اجتماعا وجها لوجه بالعاصمة النمساوية فيينا في 29 من الشهر الجاري لمواصلة المناقشات حول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لبنود الخطة من قبل جميع الأطراف. كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أعلن أن توصل بلاده لحل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران من المر بسرعة إذا كانت طهران جادة في نياتها. في العاصمة الأمريكية واشنطن، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين على حل خلافاتهم وتمرير مشروع قانون إصلاحات اقتصادية ضخمة خاصة في مجال البنية التحتية بقيمة 3 تريليونات دولار. What I do know is أعرف أن الناس يريدون منا إنجاز الأمور، ولهذا السبب أستمر في الضغط بشدة على الحزب الديمقراطي للمضي قدما وتمرير مشروع قانون البنية التحتية ومشروع قانون إعادة بناء أمريكا بشكل أفضل. أعتقد أننا لو نظرنا وفكرنا بشكل جيد في أحوال هؤلاء الناس سنجدهم منزعجين بشأن الكثير من الأشياء، بداية من فيروس كورونا والتعلم وخلق الوظائف وارتفاع أسعار الطاقة، ورغم ذلك أنا في وضع أرى كثيرا من الأشياء تتغير إلى الأفضل وتتحسن بسرعة. مني الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتكاسة مع هزيمة ديمقراطيين في انتخابات حاكم ولاية فيرجينيا، مع اقتراع يعتبر اختبارا لشعبيته، بينما لا تزال خططه الإصلاحية معلقة في الكونغرس قبل عام انتخابات نصف الولاية الحاسمة التي قد تعيد خلط أوراق السلطة. تبدو هزيمة الديمقراطيين في فيرجينيا بمثابة فشل ذريع لبايدن، رغم أنه شارك شخصيا في الحملة الانتخابية إلى جانب المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف. وفي نيوجيرسي تقدم الديمقراطية المنتهية ولايته فيل ميرفي بفارق ضئيل على منافسه الجمهوري، على الرغم من أن عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين هناك يفوق عدد الجمهوريين بأكثر من 1,000,000 ناخب. ومن شأن سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس أو حتى على واحد منهما منح الحزب القدرة على عرقلة أجندة بايدن التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته الحالية، كما تمنح الخسارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرصة لاعتبار فيرجينيا مؤشرا على رفض بايدن، وذلك في الوقت الذي يمهد فيه الطريق لإمكانية خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 2024. وعلى الرغم من الهزيمة، تعهد كبار الديمقراطيين في الكونغرس بالمضي قدما في أجندة بايدن التشريعية، ويأملون في تمرير مشروعي قانون بقيمة 2.75 تريليون دولار لإعادة بناء الطرق والجسور في البلاد، وكذلك دعم شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ.
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس الأربعاء تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 63 حالة وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 739 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 280,562. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 248,078,000 حالة. وأوضحت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5,021,405 وفيات. وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 ملايين حالة. أعلنت السلطات الصحية في عدد من دول العالم الموافقة على إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر بايونتك لمكافحة فيروس كورونا. مرحلة جديدة من مكافحة جائحة كورونا تبدأ الآن في عدد من دول العالم، والتي أعطت موافقة نهائية لتطعيم الأطفال بين سن 5 سنوات إلى 11 عاما بلقاح كورونا. الولايات المتحدة الأمريكية انضمت لتلك الدول بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدام لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية بعد أيام من الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل. وفي السعودية أيضا أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها أجازت استخدام لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما أيضا، مضيفة أن موافقتها جاءت استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة، وبيّنت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة بذلك. بذلك تنضم السعودية لدولة الإمارات التي وافقت على استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال في نفس الفئة العمرية بعد أن كانت تستخدم لقاح سينوفارم الصيني للأعمار من سن 3 إلى 17 عاما. كذلك ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها تدرس إمكانية توسيع نطاق تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال العام المقبل ليشمل الأطفال دون سن 12. فيما أعلنت السلطات الإندونيسية تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني. إذن هي نقطة تحول في المعركة التي تخوضها البشرية بتحصين الأطفال ضد الفيروس المميت الذي أثر على كافة مناحي الحياة في جميع دول العالم. منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وسام جوقة الشرف الوسام الأعلى في فرنسا، وذلك تقديرا لما قدمته وقامت به من أجل قارة أوروبا. من جانبها أعربت المستشارة ميركل عن شكرها للرئيس الفرنسي وعن سعادتها لحصولها على هذا الوسام. وأعلن قصر الإليزي أن الزيارة الوداعية التي قامت بها المستشارة ميركل إلى بلدة بون الفرنسية تسدل الستارة على سنوات من العمل المثمر بين الرئيس الفرنسي والمستشارة من أجل تعزيز التعاون الثنائي الفرنسي الألماني. أقر الكنيست الإسرائيلي موازنة عام 2021، وهي الأولى التي يتم التصويت عليها منذ 3 سنوات، على أن يستأنف مناقشاته لموازنة عام 2022 على مدار الأيام المقبلة. يعد التصويت على الموازنة أول اختبار حقيقي لتحالف نفتالي بنت الذي ترأس الحكومة خلفا لبنيامين نتنياهو في يونيو الماضي. يذكر أن الأزمة السياسية الطويلة التي شهدتها إسرائيل أدت إلى إجراء 4 انتخابات تشريعية في أقل من عامين، ولم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ 2018، كما تم حل الكنيست في ديسمبر 2020 بسبب عجز النواب عن الاتفاق على الموازنة. مش
نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. إطلاق أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة للإسهام في الاستقرار الأسري والمجتمعي. ونتحول إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل حسام عاطف. تفضل حسام. شكرا لك منى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. تكليف رئاسي بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أهلا بكم من جديد. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليف رئاسي بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع مراعاة البعد البيئي على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث. جاء ذلك خلال كلمته في يوم التمويل في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث أكد معيط أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا من أجل تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، اتساقا مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بنية الاقتصاد الوطني. أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 2020-21 بمقدار 3 نقاط، مسجلا 106 نقطة، مرتفعا من 103 في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري والتغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا. وأشارت الوزارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات. وأضافت الوزارة أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي مسجلا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس، حيث شهد هذا العام التعافي التام للقناة مسجلا 115 نقطة بعد زيادة الطلب عالميا وانتعاش التجارة مرة أخرى. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع السابقة لها وهي 2021. وأضاف في بيان له أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية. يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، كما تراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية ويجعل القناة الاختيار الأمثل والأسرع للعملاء مقارنة مع الطرق الملاحية الأخرى. شارك وزير البترول طارق الملا في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للمناخ والمنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو. وأكد الوزير أن مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030. أوضح الملا أيضا أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما تعكسه الزيادة في حجم استهلاكه والتي وصلت إلى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000، ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراحل تقدم الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وهو أحد أهم المشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة الآن. وأشار الجزار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعدد
79 عمارة و18 وحدة تجارية، إلى جانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي في هذه المنطقة. إلى أخبار البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي ختام تعاملات جلسة اليوم وهي آخر جلسات هذا الأسبوع. وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب قابلتها مشتريات من المستثمرين المصريين. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 735 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت بنحو 1.8 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي جي اك 30 بنسبة 62%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 2.67% من قيمته. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة. عودة للزميلة منى الشايب، تفضلي منى. شكرا حسام. بحضور 25 خبيرا عالميا في مجال جراحة الأوعية الدموية، يعقد المؤتمر الدولي التاسع لجراحة الأوعية الدموية الذي تنظمه جامعة المنصورة لعرض أحدث الأساليب والتقنيات المستحدثة لعلاج الأوعية الدموية عن طريق البث المباشر وتأثير فيروس كورونا على مرضى القلب والأوعية الدموية. من مقر انعقاد المؤتمر ببورسعيد ينضم إلينا الزميل محمد حلمي. محمد، كيف تتابع فعاليات هذا المؤتمر وأبرز النقاشات والتوصيات حتى الآن؟ بالفعل تحياتي لك شيرين والسادة مشاهدي قناة الجيل الأخبار. هذه هي الفعاليات من خلفي تتم على مدار الساعة خلال هذا اليوم، والتي تحمل العديد من الأمال لمرضى القلب أو الأوعية الدموية، حيث هناك تقنيات لأول مرة يتم الكشف عنها خلال هذا المؤتمر المهم الذي يعقد في المدينة الباسلة مدينة بورسعيد، حيث سوف يتم تحويل الأوردة إلى شرايين للحالات المستعصية التي تحدث بها تجلطات أو تصلب شرايين. كذلك هناك فيروس كورونا، كانت هناك العديد من الجلسات عن تأثير فيروس كورونا ومتلازمة فيروس كورونا على مرضى، خاصة مرضى الأوعية الدموية، مع دكتور مسعد سليمان رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة المنصورة ورئيس المؤتمر. كلمني عن هذه التقنيات التي تحمل أمالا جديدة لمرضى الأوعية الدموية والقلب معك. من الواضح أن هناك مشكلة في التواصل مع زميل محمد حلمي، وسنعود إليه لاحقا. نستكمل معكم أخبارنا. أطلقت وزارة الأوقاف أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد وزير الأوقاف أن المبادرة تأتي من منطلق الحرص على الاستقرار الأسري والمجتمعي. أمران مرتبطان معا، سكن ومودة، تعريف كل منهما دون ما ذكر الآخر أمرا صعبا، ومن منطلق المودة والرحمة بين الآباء والأبناء، بين الأهل والجيران. الأوقاف تطلق مبادرة سكن ومودة، والهدف الإسهام في عملية الاستقرار الأسري والمجتمعي. مبادرة سكن ومودة التي تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين والمتزوجات حديثا بحقوق وقدسية الحياة الأسرية وواجبات الزوجية وواجبات الأسرة لتكون على وئام وسكن ومودة. وتطمح الأوقاف إلى تحقيق رؤيتها التميز في تحقيق الاستقرار الأسري بالمجتمع من خلال رسالة المبادرة القائمة على تنمية القيم الأسرية وتعزيزها ببرامج تثقيفية نوعية وبمعايير مهنية وكوادر متميزة.
دعوة لكل الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه المبادرة الكريمة عشان كل منا يعرف حقوقه وواجباته وكيف يكون الاحترام والسكن والمودة اللي حث عليها ديننا الإسلامي. مهمة جدا ان نتكلم على السكن والمودة اللي تخلي المجتمع يعيش في سلام، الأسرة تعيش في سلام، الزوج والزوجة المقبلين على الزواج يعرفوا يعني ايه تعايشوا مع بعض بحب وسلام. ونهاية هي مبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على القيم الاجتماعية وما تمثله من أهمية في إرساء القيم داخل المجتمع. من أكاديمية الأوقاف، وليد هيكل، النيل. نعود مرة أخرى إلى زميل محمد حلمي في بورسعيد، تفضل محمد. بالفعل دكتور، كلمني عن هذه التقنيات واللي بنقدمه من جديد لمرضى القلب أو الأوعية الدموية. أهم حاجة في الوقت الحالي هو الجزء بيخص مرضى الشريان الطرفية اللي بتنسد، وفي الحالة اللي زي دي لو المريض عنده أكتر من شريان مسدود وفقدنا الأمل في إعادة تدويرها بالتحويلات أو بواسطة الأسطرة التداخلية وتوسيعها، ففي إلى الآن بقى في فرصة لدى المريض وهو نحن بنحول الأوردة إلى الشريان عن طريق تقنية عالية جدا، إن إحنا بنخلي الوريد يعمل كأنه شريان، وهيبدأ تطور الموضوع ده في العديد من الأماكن مش بس للشرايين الطرفية. الأمر ده تم عمله في الولايات المتحدة داخل غرفة العمليات في فلوريدا، وتم نقله مباشرة بالبث المباشر في مصر، وفي نفس الوقت كان فريق الطب الأمريكي بيعلق عليه هنا تمهيدا لاستخدام هذه التقنية لمرضى الشرايين الطرفية اللي هم معدومي الأمل. الحاجة الثانية المهمة قوي هو انسداد الشرايين الطرفية بمواد متصلبة، ففي الحالة اللي زي دي احنا ما عدناش بنلجأ إلى النظام التقليدي وهو التوسيع بالبالونات والدعامات، لكن بنلجأ إلى إزالة المادة المتصلبة تماما وترك مادة من شأنها أن هي تحمي الشرايين من إعادة تكوين مادة متصلبة مادة أخرى. ودي الحقيقة من التقنيات اللي احنا هنحرص عليها فترة جاية، لأن ده بيعيد شباب الشريان 25 سنة إلى ما كان قبل ذلك. من الحاجات التقنيات اللي هي تم تحديثها هو مشاكل بتاعة كوفيد 19 وإصابته وحدوث تجلطات معاه، وده كان لها توصيات في نهاية الجلسات بأن المرضى العرضة للإصابة بجلطات وخايفين من أنهم يصابوا بكوفيد لازم ياخدوا جرعات وقائية من المواد مانعة التجلط، لكن لو أصيب بالتجلط لازم ياخد الجرعات المناسبة وتستمر لمدة 3 شهور، وبعد ما يخلص فترة العناية من الكوفيد لازم يستمر لمدة 6 أسابيع على موانع للتجلط مرة أخرى، لأن بيفضل الأثر بتاع الكوفيد ممتد إلى فترة ما، وبالتالي بنقول للمريض أن أنت ما تهملش الأوعية الدموية بتاعتك، لأن لما الكورونا بتصيب الشرايين أو الأوردة بتجلطات بيستمر هذا الأثر لفترات متفاوتة وبتاخد أماكن غير مقبولة، يعني ما بتجيش في الأطراف وبس، لا ده بتيجي في أماكن ممكن منها في الأمعاء، ممكن منها في أوردة المخ، وبالتالي بنقول أي عرض تشتكي منه لازم أنك تستشير، لأن ده ممكن يكون بوادر لحدوث جلطات مع الكورونا. إذن منى، من خلال هذه التقنيات المستحدثة والأبحاث التي يتم كشف عنها لأول مرة بتحمل أمال ونسب شفاء عالية لأمراض مستعصية كان من الصعب علاجها للعديد من المرضى سواء مرضى القلب أو الأوعية الدموية، يبقى نؤكد لك أن هناك إجراءات احترازية غير عادية تتم خلال فعاليات المؤتمر من خلال التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات وغيره من الإجراءات الاحترازية التي تتم لمواجهة فيروس كورونا. معك منى. شكرا لك محمد حلمي، وكنت معنا مباشرة من بورسعيد مكان انعقاد المؤتمر الطبي الهام. نعود مرة أخرى للزميل حسام عاطف، هذه المرة مع أخبار الرياضة. أشكرك منى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه المرة مع أخبار الرياضة أهم ما فيها. الليلة بيراميدز يصطدم بالاتحاد وعينه على صدارة الدوري الممتاز. من هذا تذكير بأبرز العناوين. مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستضافة القمة 21 لرؤساء دول الكوميسا.
القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على حماية الانتقال الديمقراطي. ميقات يؤكد عزم بلاده على معالجة العلاقات مع دول الخليج ويدعو قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.